دخلت مستشفى السفير سوت عملية تفتيت حصى وانتقلت إلى رحمة الله، حولوها من مستشفى السفير إلى مستشفى الحسيني، وبعدها لحد هاي الساعة إحنا بالطب العدلي في محافظة كربلاء، وهسه مكملين الكتاب يحولونها إلى الطب العدلي في محافظة بغداد. إحنا نريد نشوف السبب شنو، ليش هيجي؟ إحنا نريد الحكومة توقف ويانا تعطينا حقنا. احنا السفير من متوفي الساعه بثنتين، مستشفى السفير متوفي يبعدها الساعه بثنتين، الساعه بالسبعه يلا يبلغونا ليش؟ احنا نريد اكو امور علميه ما نعرف بيها، من مأخرين الجثه، مأخرين الجثه، غير اكو سبب مأخرين الجثه صارت ثلاث ايام، شنو السبب؟ زين هم خذوها تخدير عام، وانتم عندكم احصائيات قبل انه هي ما يصير لها هو ما تخدير عام خالي، هم تخدير موضعي. انت ايش خدرتها عام؟ شلون خدرتها عام؟ توفت الى رحمه الله، نقول قضاء وقدر. قضاء وقدر، ليش؟ شنو السبب اللي ما سلموك جثة؟ احنا نريد السبب، احنا نريد نعرف السبب، السبب لحد الان ما مجهول عندنا. زين مطالبه الجثه، مطالبه الجثه، شنو اللي هم طلبوه؟ طلبوه من عندك انت تنازل كل الاطراف؟ طلبوا من عندي اول مره زوجها واولادها يتنازلون، بعدين كملنا قالوا اريد شهاده الوفاه مالت امها وابوها، حتى ما يطالبون بحقها. زين الدور هسه طلبوا اخوتها يتنازلون وبناتها يتنازلن. عم احنا شو مسوين؟ بس نريد نعرف. ما عندنا شيء، ما عندنا اي مشكله، احنا كل ما هنالك نريد ناخذ جثة ندفنها.